أكبر الله أكبر. تمكنت اليوم 9 مايو 2023 قسم العمل الخاص بتنفيذ عملية نوعية بمنطقة الخرطوم جنوب بأسر عدد أفراد المتمردين الدعم السريع. الله أكبر الله أكبر. الناس تكون عاديه كما لك نعمل. كيف الاخبار؟ الناس تمام؟ كل الامور جيده. بس احنا نحب نطمنكم ان انتم في المقام الاول والاخير ناس عساكر ونحن ناس عساكر. افتكر الناس تطمن وانتم عارفين قاعدين وين؟ عارفين ولا ما عارفين؟ عارفين. كلنا قوات مسلحه. اما انتم تطمنوا تماما انتوا حتتعاملوا معاملة طيبة معاملة جميلة وما في زول ان شاء الله تحصل لهم مشكلة. في زول حصل لهم مشكلة ولا عنده مشكلة؟ ها؟ طيب السلام عليكم. تفضل يا جماعه. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. رقم البطاقه 60-421 ملازم اول يونس حسين جبكي صالح قوات الدعم السريع. انا اسرت واحب اطمن اسرتي انا بخير بتاريخ 9/5/2023 والحمد لله يا اخي يعني انا بخير وعوجه والحمد لله الان في يد القوات المسلحه. شفنا كل المعامله الطيبه والله ما شفنا فيهم حاجه كعبه ولا شفنا مما وصلنا هنا. الحمد لله نحن والله بخير وعافيه. شفنا منهم المعامله الكويسه نحن ذا اخوان حاجه واحده. والشيء اللي حصل ده يا اخي ربنا يا اخي يرفع عننا البلاء ويرفع عن السودان ان شاء الله تكون يعني في امن وامان. وادعو الاخوان الموجودين في القوات بتاع قوات الدعم السريع حفظا للسودان وحفظا للاهل وحفظا لبتاع ان يكف عن هذه البتاع ويكون يعني زي ما قال عشان نقدر ننهض بالسودان ونقدر ننهض ببلدنا تكون في امن وامان ان شاء الله يا اخي. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نمره 5125 سعد مجاهد محمد المعتصم قوات الدعم السريع تاريخ